حديثنا مستمر مع كابتن شطة نجم الأهلي السابق، وكان معنا كابتن محمد عامر نجم الأهلي على التليفون، نجم الأهلي السابق على التليفون. كابتن محمد حضرتك سمعنا؟ أيوة. صباح الخير مرة تانية مع حضرتك نهاوند وكريم، وكنا بنتكلم مع حضرتك بس في سؤال كده قبل ما التليفون كان فصل. عايزين نرجع لذكريات أوضة اللبس بقى، أوضة اللبس دي اللي بيحصل فيها كل الأحداث والكواليس، فنرجع للذكريات والاستعدادات تحديدا لأي مباراة أو بطولة بتكون هامة، إزاي بتكون كابتن محمد؟ تفضل. وطبعا أوضة اللبس كان معانا الله يرحمه فاروق، وكان معانا حارس، حارس دوت من هو موجود لغايه دلوقتي. ايوه عم حارس طبعا طبعا، كان بيوضب لنا اللبس ونخش نلاقي لا مؤاخذه الجزم موجوده، التيشيرتات موجوده ومكويه. احنا كنا بنخش ما تسمعيش تسمعي دبه النمله، لان احنا كنا اي ماتش سواء قوي او في فرقه ضعيفه احنا مش مخيرين ان احنا نبقى تاني ولا ثالث، هو اتجاه واحد بس هو بزد الاول. بزد. طبعا ثلاثه بونت بتوع المنيا زي الثلاثه بونت بتوع الزمالك زي بتاع الثلاثه بونت بتوع الاسماعيلي. تشوفينا واحنا راكبين الاتوبيس من طالعين من 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 نادي الجزيره لاستاد القاهره، بنفوت على الحسين وبنفوت في وسط البلد، محدش بينطق، محدش بيقول بم، لغايه لما نروح للاستاد واحنا بنقرا الفاتحه مع بعض، كنا نقول ايه لبعض، مش ان احنا هنكسب النهارده يا جماعه عشان هناخد لنا 500 جنيه ولا 1000 جنيه ولا الكلام ده كله، ده الكلام ده ما كانش في قاموسنا خالص. كنا بنشاور على الجمهور يا جماعه عايزين نفرح الناس دي لازم تروح فرحانه. عشان كده انا كنت بقول لحضرتك احنا اي واحد فينا كان مسؤول فعلا عن النادي الاهلي، وحته مسؤول دي حط تحتها 100 خط طبعا. يعني شوفي بقى لما تكون واحد مسؤول عن بيت واسره، ده مسؤول عن نادي وعن جمهور يعني، والنادي الاهلي بقى النادي الاهلي احسن نادي في افريقيا. صحيح. فطبعا احنا كنا جيل لا انا مش بشكر فيه، لا يعوض. صحيح. لا دي حقيقة. صحيح. كابتن محمد على كل حال بنشكرك جدا على المداخلة الجميلة، وهننتظر حضرتك بإذن الله ضيف عزيز في 10 الصبح في الأهلي. كابتن محمد عامر شكرا لحضرتك.